تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة. طيب، قضية منظار المعدة، يعني بعض مرضى الجهاز الهضمي قد يحتاج إلى عملية استكشافية فيدخل إليه جهاز. نعم، هو المنظار في الغالب أنه يطلع بمادة لزجة، نعم، وهذه المادة هي في نفسها مفطرة. إذا دخلت، ليس المنظار بذاته مفطرا، لكن المشكلة المادة التي تسهل دخوله، تسهل دخوله مع الحلق. يعني من اضطر إلى استعمال المنظار فعليه القضاء. نعم، بالنسبة لمنظار المعدة يفطر. نعم نعم. طيب أيضا مما يسأل عنه أيضا هو حتى الابتلاع، لأن الأطباء قديما يذكرون، والفقهاء أيضا يذكرون علاج الأسنان والحفر، نعم، حفر الأسنان في أثناء الصوم. لأن الإنسان قد لا يتحكم في ابتلاع ما يأتي، لأن الغدد اللعابية ستفرز كثيرا من اللعاب في وقت معالجة الأسنان، بالأخص إذا كان الإنسان يشعر بألم أو صحيح، فتفرز الغدد كثيرا من اللعاب، وحينئذ من الصعب جدا أن يتحكم في ابتلاعه، وقد يتأثر بالمادة التي تتحلل من، نعم، الأسنان أو الدم الذي يأتي فيها أو غير ذلك. فحينئذ يكره علاج الحفر في نهار رمضان، نهار الصوم. وإن اضطر إليه وفعله، فإن لم يصل شيء إلى حرقه وتأكد من ذلك لم يطر صومه، وإن وصل شيء إلى حرقه أفطر، لزمه القضاء. نعم نعم. طيب، وقلع الضرس؟ نفس الشيء، يكره ذلك في رمضان إلا لعذر، إلا لخوف ضرر، فإذا حصل خوف الضرر ينزعها، فإن ابتلع شيئا من ذلك القضاء، وإن لم يبتلع لا يلزمه القضاء. إذا ابتلع شيئا من الدم أو من ومن المادة التي يسكن بها الدم، أو فيه مواد شديدة الطعم. نعم نعم. طيب سماحة الشيخ، أيضا مما يدور حوله السؤال قضية استخدام المعجون، طالع عن على ذكر الأسنان يعني. نعم، المعجون أنواع، منه معجون الأسنان الحساسة، وهذا طعمه خفيف ورائحته خفيفة وليس نفاثا، فلذلك قد يستعمل ولا يصل شيء منه إلى الحلق. وغيره إذا أراد الإنسان استعماله فلا بد من الحذر جدا، لأنه من السهل أن يسيل مع الريق ولا يتحكم في ابتلاعه، فلذلك هو من المكروهات. حتى السواك، بسواك شديد الحرارة، سواك الأراك، سواك الأراك شديد الحرارة، سواك الأراك مختلف، نعم، أيضا ما كان منه حارا فإن حرارته يكره استعماله معها لصعوبة الاحتراز من الابتلاع. لكن مع ذلك لا يحرم هذا الاستعمال، وإذا استعمله الإنسان لا يفطر إلا إذا ابتلع، إلا إذا ابتلع واستيقن أنه ابتلع شيئا من ذلك. نعم، لكن مجرد الشك ما يؤثر. لا نعم.